نهلا، ما عاد خبرتيني كيف عم تمشي الأمور؟ بتصدقي؟ صرت عم حس الطبخ شغلة كتير حلوة وكتير ممتعة ولذيذة. يا بنتي أنا عم بسألك عن الطبخ؟ لك إيه، ما هن الاثنين بنفدوا على بعض، بس يعني لا تخلو الأمور من شوية منغصات. يعني شو بدك إياها؟ يعني الأمور دائما هيك قمر وربيع وشلال مي وموسيقى مثلا؟ نهلا، الحياة فيها هيك وفيها هيك. هلا عن جد كيف يعني صار في شيء هيك واضح وصريح ولا ما عاد بدك تحكي لي؟ هلا أول شغلة، أنا إذا ما حكيت لك لمين بدي أحكي؟ وتاني شغلة؟ تاني شغلة؟ وهي الخصم 10%. سلم هالإيدين يا رب. إيديك الله يخلينا إياك معلم. سوك إيه، بأمرك بأمر عيونك. سوك خب. لك الله يخلينا المعلم. هذا اللي كنت ناطره. معلم صفصف أخده معي؟ أي خده صفصف. رشا، يعني شو كنت خسرتي لو إنك جبتي الظرف معك؟ كنت خسرت كل شيء. أيوة، أنا قلت لك من البداية بدخل معك بالشغلات اللي أنا بدي إياها، أما غير هيك أنا بعتذر منك. ما تقلق عديد، أنا بحل الموضوع بمعرفتي. وكيف بالله ست مديحة؟ نورينا. يعطيكم العافية. أهلاً بابا، الله يعافيك. شغل كتير حلو، كتير حلو. إيش بدي أقول لك؟ أنا نازل على السوق أنا وسعاد لنشتري كم شغلة للمطبخ. بدي أعرف منك بس إمتى رح يكون الافتتاح؟ بس تكونوا أنتوا جاهزين خبرونا. إيه نحن جاهزين. إيه ممتاز. معناها بروح أنا وماريا محلات أبو تحسين ونشوف شو فينا نعمل، شو في نواقص. كتير منيح، بس بدي افتتاح على أصوله. أوباها، مو الدرجة تانية وتالتة. يا خلص لا تاكل هم، في عنا علا وفي عنا صافي، ولا جيب لك الاستاذ علاء صندوق. لا لا، صافي بكفي بيوفي. ماريا ما شفتها، وينها؟ بدها شي ساعة، في شي؟ لا لا لا، بس كنت حابب اسأل بس لا أكثر. يلا يعطيكم العافية، سلام. الله معك بابا. الله يعطيك العافية. أستاذ لؤي، أنت خلص مشوارك وأنا بخبرك. مع السلامة. الله يسلمك. لحظة أبو يزن، ما قلت لي شو بدك تعمل هلأ مع إخواتك؟ بصراحة يا أستاذ لؤي، أنا بحياتي ما قصرت مع إخواتي. لما أجا أخي أحمد وقال لي أنا بدي البيت، بيت الوالد يعني بيت العيلة، بيت كبير وحواليه جنينة، وخد حصتي من شقفة الأرض، قلت له ماشي. بعدين إجا أخي محمود قال لي أنا بدي عمر بشقفة الأرض وإنت خد حصتي من الأرض اللي على البحر. كمان قلت له ماشي، رغم كلنا منعرف إنه الأرض اللي على البحر فيها قرار استملاك. وأنا قلت لحالي سيدي شو بيطلع لنا تعويض، ماشي حالنا فيه. والأرض بقيت كلها إلك؟ لا، معي إخواتي تنتين ومتزوجات وأولادهم ما شاء الله صاروا كبار، والأرض بعدها باسم الوالد الله يرحمه. حكيت لي هالشي سابقاً وقلت لي ما في معك لا وراء ولا أي عقود بتثبت إنه إخواتك تنازلوا لك عن الأرض ليلى. هلأ شوف، طالما القصة بيني وبين إخوتي وإخواتي أنا ضمنان وبيوقعوا لي، بس إذا صارت القصة مع أولادهم بصراحة ساعتها ما فيني أضمن شيء. المهم هلأ لازم نعمل حصر إرث وإخواتك يعملوا لك تنازل عن حصصهم بالأرض، وبالنسبة لإخواتك البنات بنشوف بعدين كيف ممكن نقسم الحصص بيناتكم. على كل أستاذ لؤي، هلأ هني ناطريني ومجتمعين بالبيت. أنت روح خلص شغلك مثل ما قلت لي، وأنا بفوت بتفاهم معهم شو منوصل لنتيجة وبخبرك، وإن شاء الله خير. مثل ما بدك أبو يزن، تيسر أنت وأنا راجع لك، ما بطول. سلام. كرمالي روح، ما بدي أحس حالي إني خربت عليك الطلعة، هاد الشي بيريحني.
بالعكس، هدول أحلى أيام حياتي وحياة عيونك الحلوين. ما عليه، لازم تروح. روح قل له للبحر إنه ريهام مشتاقت لك. قل له إنه إذا بقيت رح ترجع لك أكيد. روح قل له إنه ريهام كتير بتحبك. لا تبكي، أنا وعدتك إنه طول ماني معك ما رح أضعف، رح ضل قوية. لما بشوفك هيك بهالحالة أو بفكر إنه أنت كمان وعدتني إنك تضل قوي. نحن منقوى ببعض سامر. حبك. يلا روح قل له للبحر إنه أنا كتير بحبه، وقل له ما ينساني. يلا روح. عندي خبر كتير حلو. خير، شو هالخبر عند الصبح؟ رح سمعك شغلة تعدل لك مزاجك على الآخر. حلو، مين هي البنت؟ عجبتك يعني؟ هلأ فهمني شو الموضوع. بعدها بغو عجينة يعني بنعملها على إيدنا، صوت فريد وشكل حلو. أها، ومين اللي بيحدد إنها صوت فريد؟ أنا، ما سمعتي؟ طارق، أنت شو اختصاصك؟ أو شو دارس؟ طيب، رح نتجاوز هذا السؤال، لأنه مو غلط الواحد يكون ما بيعرف ويتعلم لحتى يعرف، بس هيك موضوع بده ناس أخصائيين فيه، يعني بتجيب موسيقي، بتسمعه صوته، وإذا صدق حدسك الرائع وقال لك إنه صوته فريد ما في منه، أوكي منمشي بالموضوع، أنا ما عندي مانع. ركز على هاي النقطة، بتجيب موسيقي بيفحص صوته وهو بيقيمه، هذا هو بس، مو أنت تقيم من عندك. طارق كلامك مزبوط، وهذا اللي راح يصير. وسهلا سعد بيك. اهلا وسهلا. موجوده، تفضل تفضل. يلا. الباشا سعد برا. اهلا وسهلا يا باشا. ما في باشا وانت موجوده، بعدين بلاها هي الرسميات، باشا وما باشا. خلص سعد ونديم. يا سيدي وانا وافقت، بس اللي ما قلت لي اياه حضرتك كيف لصار وفايق بكير وجاي لعندي؟ يعني أنا اللي بعرفه عنك إنك أنت مخلوق ليلي، ولا عم يتهيأ لي؟ أنا قلت لك من قبل إنه حابب نرتبط. يعني حضرتك جاي من الصبح بكير ومعذب حالك منشان تحكيني هون بموضوع ارتباطنا؟ بعدين يا رجل هذا مكان عمل، يعني مو وقت هذا الكلام بنوم، ولا لتكون بتفكر بعواطفك مثل ما بتفكر تماماً بصفقاتك. لا انت هيك بتكوني عم تظلميني كثير. انا اكثر واحد بالعالم بيقدر هاي العلاقات، الحب والزواج وما شابه. صح، مشان هيك انت مطلق مرتين. مزبوط. ايوه، انت مصره كل ما شفتيني تصعقيني بضربه من هدول. من وين عرفتي عنك كل هالقصص؟ ايوه. طيب هلا انت ما فكرت لي اذا رح تدخل معنا مساهم بالشركه، ولا بعدك عم تحسبها؟ انا حاسب الموضوع من اول ما قلت لي، بس اكيد مو مساهم.
انتم المساهمين وانا الاساس. يعني انا باخذ 70% وال 30% الباقيه بتوزعيها على مين ما بدك. عم تفهميني؟ والله ليك يا عيني، انا 70 ولا 50 ولا 80 ما بيهمني. يلي بيهمني انه انا رئيسة مجلس الاداره. هلا رئيسة مجلس الإدارة هي ما لنا مختلفين عليها بنو، بس الأهم من كل هاد إنه أنت مديرة مجلس إدارة قلبي. حبيبتي شبك؟ خدني عالشالة. حملك؟ لا اوعى، هلأ إذا شافتك أمي بتفكرني متت. عيد الشر عن قلبك. خير ماما؟ شوفي ماما ما في شي، تعبت شوي، هلأ بنام وبرتاح. لا ننزل عالشام، يلا يلا. ماما ما بدها نزلي عالشام، منيح أنا. ماما منحكي، امشي. الله يخلينا بالزهر. هلا بالحبيب والله مشتاقين لك. ما في لا بدي، لا ما في روحة يا حبيب. قبل أسبوع عالشام بتضل عندي هيك أسبوع، هيك العادي عندي بيطلع لي معك. خلص أمرك. هلا حبيب، هلا حبيب. شو بك يا بابا؟ صار شيء؟ شو في؟ بابا منيحة أنا، بس مدامتك بتعمل من الحبة أبي، خلص هلأ بنام برتاح. سامر خدها خليها ترتاح. عادل نزل عالشام هلأ أحسن شيء. ماما هلأ ما فيني، خلص خليني نام شوي وبس في بنحكي. كيف شفتي المحل بده شيء؟ هلا من جوا ما بده شيء، يعني منعلق له كم لوحه بيزبط. بس من برا عم فكر نعمل سور خشبي مع شويه الوان بيطلع ظريف، شو رايك؟ هلا لقدام بيطلع معنا لسه افكار كثير، بس يعني فكره السور حبيتها. رح دق له لابو بشار، خلاص نوصي عليه، ومشان تلوينه نحن بنعمله. شو بدك؟ اذا بدك نحن كمان فينا نعمل السور. ايه ابو بشار كيفك؟ والله قصدك بخدمة اليوم. اليوم لازم تمر لعندي مشان بكرة تسلمني إياها، شو؟ عراسي، شكراً. يلا، أوكي. ماشي، ماشي. يلا، باي باي، باي. يعني ليش نضيع وقتنا بنجارة؟ الشغلة اللي بتاخد معنا 5 أيام هذا الزلمة بيعملها بساعتين. دخيله المستعجل أنا. أنا ما بعرف أنت كيف فيك تكون مسترخي بهي الطريقة. أنا الآن مثلك بالضبط، بس ردة الفعل مختلفة. أنت مستحيل تكون مثلي. أنا الشيطان عم يلعب براسي بهي اللحظة، حاسة إنه أنا رح أخسرها. ريام إذا بتروح أنا بتخلص حياتي. صدق عادل أنا عم بتوجع أكتر منها. بعرف وحاسس. أنا كمان بنتي الوحيدة، وإلا كيف رأيك حالتي يعني؟ بس اللي بدي أقوله إنه اللي عملتيه من شوي مبالغ فيه، يعني هذا ما بيريحها، بالعكس بيتعبها أكتر. ما عم بقدر، ما عم تزبط معي. مجرد شوفتها عم تتوجع عم يكسرني. يا ريتني أنا ولا هي. عيد الشر عنك وعنها،
ليش هي؟ حقك تخافي وحقك تتوتري أكيد، بس قدامها على القليلة قدامها خليكي أقوى. ريهام لما تشوفك خايفة ومتوترة وحاسة طول الوقت حتتوتر، حتصير تخبي مرضها، بالتالي رح تتعب أكتر، مشان أنت بس ما تحسي بالذنب. نحن لازم نتعامل مع الموضوع شوي، مو بدون مشاعرنا، بس شوي أوعى. عادل الله يخليك، خليك عم تقلي هذا الحكي مشان أقدر ضلكم متماسكة. حاضر. ثواني. لؤي. نعم نعم. أي حلو. هذا المفرق فوت فيه على اليمين، وبعدين بيجيك جسر على الشمال، هنيك مين ما سألت وين الحبيب بدلوك على الأوتيل. ايه بس قلن أوتيل الحبيب. يلا بانتظارك. أهلين أهلين لؤي. يحكونا في بلادنا، يحكونا في شجن، عن صاحب الذي مضى وعاد في كفن. كان اسمه لا تذكر اسمه، خلوه في قلوبنا، لا تدعوا الكلمة تطير في الهواء، تطير في الهواء، تطير كالرماد، تطير كالرماد. خلوه جرحا راعفا لا يعرف الضماد، لا يعرف الضماد، لا يعرف الضماد. بعد إذنك ممكن تشوفي لي الأستاذ عادل وعيلته وين؟ أنت شو اللي جابك لهون؟ شو؟ في مصيبة جديدة؟ ما كفاك خربت لي بيتي وطلقتني من سعاد؟ ليش لاحقني لهون؟ ليش لاحقني لهون؟ سابقاً أنا كنت موكل بقضية طلاقك من قبل صاحبة العلاقة سعاد، وهلأ أنا موجود هون لسبب تاني، بطلب من أبو يزن. يعني جايين من شان الأرض، جايين لتخلصوا الأرض من إخوات أبو يزن وتشلحوهم حصصهم، ما؟ إيه؟ وأنا رح أفضحكم بكل مكان، وريحة ترابة ما رح تشموا، وأنا حسن. يبدو إنك ما بتقدر تشوف أبعد من أنفك. أبو يزن حقه مثبت بالأرض بالقانون. يعني الأرض رح تصير كلها باسم أبو يزن؟ الأفضل إلك ما تعمل مشاكل حتى ما تضيع بين الرجلين، نصيحة لوجه الله. يا أمه لتمسح الجبين والعينين، يا أمه لتتركي لدمعتين، فقد يموت في غد أخوه، أو قد يموت في غد أبوه، أو قد أموت أنا، أنا وأعود في كفن، وأعود في كفن، وأعود في كفن. هيك لكان، الله يعافيها. واليوم راجعين على الشام؟ يعني ايه يفترض اليوم راجعين على الشام؟ تشربوا قهوة؟ ايه والله بدها. سامر وينه؟ مع ريهام طول الوقت ما عم يتركها. شو رأيكم نقوم نتمشى؟ نأجل القهوة شوي؟ ايه يلا عن جد لازمنا شوية تمشاي. شرفوا. ايه شرفوا. عمي أبو يزن، عمي أبو يزن، عمي أبو يزن،
حسن، انت شو جابك لهون وشو بدك؟ بعد ما تركتني سعاد ما بقي لي شيء بالشام، رجعت الميكرو لاصحابه ورجعت لهون. وكيف عرفت اني هون؟ كمال ابن اختك زهريه هو اللي قلت بيجي بحكي معك كلمتين. تفضل احكي، عم بسمعك. عمي ابو يزن، انت وابي الله يرحمه ويطول بعمرك كنتوا صحبه، كنا اهل وعشره يعني، كرمال هيك بدي تعطيني كلمه انه اذا رجعت لك الارض اشتري لي ميكرو. ولك يا حسن، ليش انت تركت فيها صحبه؟ بعدين يعني انت فكر اذا رجعت الارض راح تطالع مصاري؟ المصاري مو زراعه يا حسن، الزراعه هي معاملتك مع البشر. كيف بتزرع تحصد، تعلمها هي. عمي انت بتعرف اني انا مقطوع من شجره، بوس ايدك لا تشتري لي ميكرو. شراكه انا وانت نص بالنص. طيب ماشي، لا ترجع على الارض بنحكي. بربك يا عمي ابي يزن، بربك اعطيني كلمه هلا. طيب طيب خلص، روح هلا وبنحكي بعدين. بدك يعني بوس اجرك؟ بوس اجرك. شو الاخبار؟ شو لهلا ما لقطت موضوعك؟ لسه، مع انه سهل وبسيط بس لهلا ما لقط تفاصيله. او شو هو السهل والبسيط؟ فكرة العمل ككل يا ستي، انه هذا العمل هو اهداء مني لريهام وسامر، وبصراحة كنت بتمني خلصوا قبل ما يرجعوا. تخيلي ضلوا 7 سنين عم يحبوا بعض، لو شو عالصامت يعني بدون اي حرف ولا اي تلميح. يعني حبهم موضوع عملك؟ اها. وانت شايف انه الحب عملية سهلة وبسيطة؟ طبعا. ومدام انت شايفة هيك، ليش معقد الامور معي؟ ليكون انا اللي معقدة. حبيبي. ايه. شو رأيك تروح لعند الشباب على الكافيتيريا؟ حبيبتي ما سمعتيني عم احكي مع حسام ويزن وكل شي تمام والامور شغالة على العال. معلي حبيبي، ما اشتقت لهم؟ صحي وروح عند حسام على المحترف، شوف شو عاملين وصور لي اذا قدرت. والله تعبان هلا. بابا خلص بلاها هلا. بابا لا مو بلاها. خلص حزير، شو انا رح اروح؟ لا 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 لا، لا انا بروح. انت ارتاحي. سلام. الله معك. عند الباب. اي ليك نشفتك. باي. اهلا وسهلا. هاي كيفك؟ كيفك؟ مرحبا. شو اخبارك؟ تمام. انتو كيفكم؟ تمام. شو منقعد هون ولا جوا؟ لا بفضل نقعد هون، بدي ارجل. يلا تفضلي. شكرا. اهلا وسهلا يا مهند، تعال. برني معلم. شوف الصبايا شو بيشربوا. اهلا وسهلا، شو بتحبوا ناخذ؟ اراجي. بعد اذنك ارجيلي تفاحتين بس. ايه. اكسترا براسي. سمعت اكسترا لمعلمك كزن. ها يلا طكي وبتكون عندي. يلا طيب. شكرا. المشاريب بقى انا حاطلب لكم اياها. انا موافقه. يلا. ميرسي يزن. الله حي السمراء. شو الاخبار؟ تمام تمام، كله كيف روح. كان سفرتك؟ طمن الله. ممتازه. بس انت ليه عم تخدم على الطاولات؟ في ناس بالكادر يعني؟ لك لا هيك شهوة اعتبرها اخي. شهوة؟ ايه. الله يسترنا من شهواتك. رح شوف حسام وبرجع لك. مكسر. شوفك. معقول هلا بدك ترجع على الشام؟ خليكي هون اليوم، سفر الليل مو منيح. بنطلع بنسهر بتنبسطي، وبكره الصبح بس تفيقي بتنزلي على الشام. لا لا ما فيني، العقيد ناطرني.
أنا بحكي معه ما تحكي لهم. تحكي معه؟ لكن أنا ليش عم عذب حالي وأطرق مشوار لهون؟ اتصالات ما بدنا. بعدين دخلك مين أنت لتحكي معه؟ يعني إذا قنعته مرة واحدة مشان المعرض هاد لا يعني أبداً أنك صرت تمون علينا. هذا العقيد سعد، لما يقول الكلمة الكل لازم يفهم. فهمت؟ اللهم فيزة لأرتاح من هالبشر. خلص يا عم مسكتي، خدي نفس، خدي غراضك وانزلي. أنا شو فارقة معي كل القصة؟ أنا بدي مشانك، وديري بالك على الطريق ولا معك شوفار. ما تقلق، أنا أخت رجال ومعي شوفير رجال ومنشتغل عند سيد الرجال، وبتكون ليلته أنس اللي بده يتعرض لنا. وبالنسبة للأمانة ما بتلاقي إلا صارت بإيدين العقيد. شو هيدا يا عمي؟ كنا فاكرينك ما بتحكي، طلعتي ما بتسكتي. روحي ولا تطولي الغيبات، الله معك. سلام. مع السلامة. شو هيدا يا عمي؟ المشكلة ثقتها الزايدة بحالة عم تلبكني. يعني لهلأ ما عم أقدر أنسى كيف سألتني وبكل بساطة، أنت ليش لهلأ ما ارتبطت؟ قلت لها ليش برأيك؟ قالت لي كلمة واحدة وبكل ثقة، لأنك ناطرني، وكأنه متأكدة مليون بالمية. تخيل. يعني لو سألتني كنت أنا رح جاوبك نفس الشيء. شو عم تحكي سامر؟ يعني هلأ أنتوا الاثنين صرتوا متفقين علي وبتعرفوني أكثر مني؟ عم أقول لك يا رجل ما نطرتها، ما نطرتها. بتعرف شو مشكلتك مع ماريا؟ وأنا عندي إحساس كتير كبير إنه هي كمان بتعرف. أخي بغض النظر بتعرف أو ما بتعرف، أنت اللي واجعك شيء واحد بس، وأنت مفكره إنه شيء بديهي. لك حبيبي والله لعيت اللي قلبي، شو اللي بعرفه شو اللي ما بعرفه؟ بدك تقول ولا ما بدك تقول؟ فوت الموضوع. بدك إياها تحس بالندم على اللي عملته معك وتبكي وتقول لك غلطت سامحني، مثل الأفلام الهندية يعني. وأنت ساعتها بترق وقلبك بيحن وعيونك بتصير تغزي الموسيقى، بعدين بتمسح لها دمعتها وبتضمها وبتقول لها خلص نحن لبعض. إيه يمكن معك حق، بس أنا عن جد محروق قلبي، محروق قلبي لأنه ما أنا حاسة بالندم ولا حاسة بشي. معقول يا زلمة في عالم عندها الدرجة العالية من المكابرة؟ أنت بتشوفها مكابرة، هي مو هيك بتشوفها. بالنسبة إلى الأمر بسيط جداً مو معقد. أنت لازم تفهم شغلي، مو بس في اختلاف بالحساسية بين الناس بدرجة الحساسية، في اختلاف بنوعية الحساسية كمان. لهيك هي غالباً ما حست أبداً إن جرحتك أو تسببت لك بأي ألم. سامر أنت هلأ بلشت تعفس بالحكي على فكرة. عم اقول لك علاقة إلى 3 سنين، بتعرف شو يعني 3 سنين؟ وتركتني وراحت فجأة وتزوجت وارتبطت وأنا قاعد هون مثل ال... هي ما بتشوفك مرمي هون مثل ال... شو صار؟ قالت لك تعال نسافر، قلت لها بقيان، راحت هي عاشت حياتها وأنت عشت حياتك، هي هيك مفكرة. وحتى تقدر تنصف حالك وتنصفها لازم يكون عندك القدرة أنك تحط حالك محل الطرف الآخر وتحط الطرف الآخر محلك، هيك تقدر تقيم المسألة صح. ليش أنت عم تقدر تعمل هيك؟ ولا نحن بس شاطرين ننظر على بعض؟ يا زلمة سكر على الموضوع. حسام أنا ما عم نظر عليك ولا عم أحكي لأنه حابب أحكي. أنا راجع مشتاق لك كتير وحابب نقعد للصبح ونحكي، بس صدقني ما عم أقدر بعد عن ريهام. يعني بصراحة 3/4 عقلي عنده وأنا عم حاكيك. عم تفهمني؟ عم أفهمك، كمل. أنا اللي بهمني أنت، إنك تلاقي طريقة لترتاح. يا أخي إذا ما بتحبها أو مو قدران تحبها مثل ما هي خلص خبرها ترتاح وتريحها. بيقولوا اليأس أحد الراحتين، بس خليني أقول لك هالكلمتين قبل ما أمشي. أنت
من حقك تشوف حالك أهم شخص بالكون، مثل مو من حق الآخر إنه يشوفك بالحدود اللي واصلت له منك أو بالحدود اللي هو قدران يستوعبها ويستقبلها منك. على كل حال أكيد رح نحكي أكتر ورح نقعد أكتر، بس هلأ اسمح لي. شو مريم؟ ما يأمر عليك ظالم، هلأ أنت طلبت المشاريب وخلص الطلب. إيه لا تزعلوا، منجدد فوراً. بس بشرط تقعد معنا. اليوم بالذات ما فيني لأنه ما في غيري وشوفت عيني كتير عجل المكان. يا زان بتزعلني؟ خلص تكرم ما حزعلكم. همام تعي يا وحش. هيك بتنادي شغيلتك؟ معناته لحبيبتك كيف تنادي لها؟ لبكتيني والله. هات المنيو. مساء الخير. أهلين سامر بيك. برد كتير والله. ايه برد. مو صار لازم تعطوني نسخة من المفاتيح؟ والله نحن صار لازم نسجل لك البيت كله باسمك. والسيارة. والسيارة. غفلت. أنا برأيي كمان ناموا هون اليوم، أنا ما رح فيقها. خلص ناموا هون وأنا بعطيك بيجامة هلا. لا معي بيجامة فوق، بطلع بتطمن عليها شوي وبجيب بيجامتي وبجيب. ولك أبي بلا هالرومانسيات هلا، تقعد فيقها ما تعود تعرفتنا. ما بقدر ما أطمن عليها، لا تخاف ما بزعجها. رجعت يا أسمار؟ رجعت يا حلوة، أكلنا هوا. شو؟ وعدتن ما أزعجك وفيقك. خلص أنت بحمايتي لا تخاف. طول ما أنا جنبك مستحيل خاف. تسلمي. يزن خلينا نقوم نغير المكان. ليه مو مرتاحين هون؟ لا مرتاحة وكتير رواق، بس خلينا نقوم نرقص نفرفش نغير جو. ايوه فهمت عليكي. لا بدك تعذريني. لا حبيبي لا عذر ولا شيء، خلينا نقوم يلا امشي. بس يزن بس ولا حرف. طيب من هون بقى من هون. طيب يلا من هون تفضلي. وسلمي لي يا طيور الطاق. شو عم تعمل اخر الليل؟ شاي ولا زهورات؟ يلي بدك يا. يلا بحسو بحسابك. ماشي. نحن قديش صرنا متزوجين؟ انت قول. شي 30 سنة. 27 سنة وأربع شهور. يلا ما كثير فرق. مع انه إذا بتجمعي أيام العلاقة مع أيام الخطبة بيطلعوا أكثر من 30. المهم السؤال، أثناء فترة زواجنا الميمون أنا شي مرة نمت برات البيت؟ لا. شي مرة سافرت جوا البلد أو برات البلد بدونك؟ لا. طيب شي مرة نمت برات غرفة نومنا؟ لا. ليه عم تسأل؟ شو بدك؟ لهلأ ما وصلت؟ لك مو على البحر قلتيلي شو هالرومانسية الزايدة؟ وإني سخفت للكلمة وأفقدت معناها، مع إنه كنا متفقين إنه ما ننتقد بعض على الطالعة والنازلة. يي؟ حابسها بقلبك؟ كلمة وانقالت؟ وقت انقالت حسيت إنه فيها تلميح مو ظريف، فما حبيت أحبسها بقلبي مشان ما تكبر وتفجرنا. شكراً عادل. يا سيدي أنت حدا ظريف ومحب وصادق، وأنا بعتذر. تقبل؟ وأنا بحبك، أنت بتقبلي؟ أنا اللي بقبل.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.